بكم العائلة الأحباب أصدقاء الأوفياء الكرام. إحنا دابا ولينا عائلة نقولو لا فامي. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم جيت معكم بواحد الوجبة سريعة وخفيفة وظريفة وما غاديش نطول عليكم فيها، وغادي كما غادي نسميها معشوقة الجماهير ولا معشوق الجماهير. غادي تشاهدوا معنا شنو هي هاد الأكلة هادي. هي عادية وسامبل ولكن كنبغوها كاملين، كنحبوها صغار وكبار كيف ما تشاهدوا معنا. واش كتذكركم هادشي؟ عندنا الطون، عندنا الخص، عندنا الروز ديجا صوبتو معكم، عندنا بطاطا مسلوقة. البطاطا مسلوقة كي كندير ليها كنشدها كنقيها كنقطعها هاد المرصوات بحال الشكل هذا، وكنديرها في الماء تسلق، ما كتاخذش الوقت بزاف. كندير فيها واحد شويه الملحه، انا ضفت عليها واحد الاضافه جديده، درت فيها واحد شويه الزيت والملحه. المهم باش كيديروا الزيت لا مكيديروش، المهم انا درت فيها الزيت عطات واحد المذاق زوين. كتقطعها مرصوات صغيره بحال هكا على هاد الحساب هذا، او ميم طو كديرها وكتشيش الوقت بزاف دغيا كتسلق. غير هو ترد ليها البارح حتى تسقات بزاف ثاني ما غاديش تعجبك. الو عندنا البيض، عندنا على هذا الشكل، على شكل بابيون الوان، عندنا خيزو، عندنا الزيتون قطعوا على الشكل هاد الصغيرين، عندنا السوريمي، عندنا مرتيشه قطع على هذا الشكل هذا، عندنا البصلة. كاين اللي مكيبغيش البصلة ما يديرهاش، المهم على حساب، هي البصلة حدا مطيشة كتجي زوينة وبنينة. عندنا الكاشير، غادي نضيفو عليهم في الأخر هاد الفرماج، غادي نسمون بيه المايونيز والكيتشوب. من طبيعة الحال عندنا الفريت، يعني غادي نقدمو معاكم اليوم إن شاء الله بوكاديوس معشوق الجماهير. خليكم معنا باش نشوفوا طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. نبداو مع البيض هو الأول، باش البيض كنديروه في الميليو باش كيعطينا واحد الديكور زوين. نديروها في الميليو، هادي هادي زايدة كيعجبني البيض في ماشي في المحلات كيديرو البيضة وحدة، كنديرو جوج. مادام كنعطي هداك الشي القليل أنا كناخد هداك الشي الكتير. هادي من جهة، غادي نديرو البات، القنت، غادي نديرو حداها الروز. الروز سخنتو واحد شويه، ما كديرو في الثلاجه، سخنتو واحد شويه. غادي نضيفو عليهم البطيطوس، بطاطا، أحسن بطاطا تكون في القنت في الكوان باش شد كومسا، وصفة أخرى. الوغ من بعد البطيطوس غادي نضيفو الكاشير، نحاول نخدم بيديا
كشير عندي واحدة بصلة والبصلة ظهر ما كتكون حدا مطيشة تفرقوش هاد الجوج هادو بصلة مطيشة أنا غادي نضيفو عليهم خيزو الجزر محكوك بهاد الطريقة هادي كيما حسب من الخدمة بالليت سهلة ومزروبة غيبقى لينا طون طون الو غادي نديرو واحد شوية سباس هنا شوية هنا غادي نزيدو شوية نديرو شوية الخس هنا غادي نضيفو الطون في هاد البلاصة هادي بهاد الشكل هدا خوان أي طون درتو ماشي مشكل بالضرورة يكون العائلة العائلة كنسا دابا ولينا عائلة الحمد لله كنشكر شي ناس كيشجعوني في اليوتيوب بزاف نشكركم بزاف هذه هي البداية إن شاء الله نستمروا وغادي نضيفو الزيتون الزيتون غنديرو عشوائيا أحسن عشوائي كيجي زوين السويمي تا هو لا مام شوز تا هو نخلطو عشوائي كيجي بحال شي لوحة فنية كيجي يا سلام زوين سي بون بقالينا فرماج غادي نضيفو عليهم عشرة فرماج بالنسبة لهاد الفرماج هذا فيه واحد الريحة ما نعاودش ليكم فيه ريحة زوينة شتي ديك الريحة ديال الفرماج ديالنا كيخمروه يا سلام مع البوكاتيوس يجي واعر كنضيفو حتى هو عشوائي على هاد الشكل هدا سي بون من بعد غادي نديرو المايونيز ديالنا على هاد الشكل هدا تا هي كلشي عشوائي عشوائي راه مكاينش غادي نضيفو الكيتشوب الوغ مادام مكتاكلش الكيتشوب انا كناكل في نوع الاسياط اللي درت فيه بزاف المرة درت بحال بحال كلشي بحال بحال معليش نديرو هنا سي بون كيفما كتشاهدو معنا الاخوان هذا هو الشكل النهائي نتمنى نال الاعجاب ديالكم بوكاديوس على السريع طولت عليكم اليوم عذرونا هذا دابا ولينا عائلة مكاينش مشكل هذا هو الشكل النهائي الاخوان الاخوات نتمنى يعجبكم السلام عليكم في حلقة قادمة وسمحوا لينا طولنا عليكم وشكرا على الدعم ديالكم وتهلاو ليا في راسكم محا عليكم